باب: من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. يعني من أخره الله فمد عمره إلى هذه المدة 60 سنة. 60 سنة هذا عمر الإنسان من هذه الأمة، كما قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فإذا هذا استكمل عمره، النبي بين كذا استكمل عمره هذا المعمر، وإلا من يؤخذ قبل 60 أكثر. لا لا أين من يؤخذ قبل 60 أكثر، لكن هذا العمر في الجملة. ولذلك تجد في المسجد شايبين ثلاثة، وين أخوياهم؟ كلهم خذوا، الذي مات في رحم أمه، والذي مات عند ولادته، والذي مات في طفولته، والذي مات في حلمه وبلوغه، والذي مات في شبابه، والذي مات في كهولته. فهذا المعمر الذي أخذ 60 بلغ 60، وما زاده قليل. أقلهم هكذا قال، أقلهم من يجوز ذلك. طيب أنت عندك بينة أنك من الأقل، وماذا بعد؟ لا بعد هذا، ما بعد هذا إلا الشيخوخة ومعاناته. فإذا اذكر هذا، اذكر أن العمر كذا، ونوى الخير بعمرك، أنك تعمل بطاعة الله وعلى هداه، وتشتغل بهداية عباد الله بعلم وبعمل أسوة حسنة وبمجادلة ومجاهدة. هذا هو. وإذا بلغت 60 ماذا بقي لك؟ ما تطلب من الله شيء، أعطاك الله. وحقيقة يعني إن الإنسان ينبغي أن يذكر ويشكر. سبحان الله، بصرك 60 سنة وهو تتمتع به، هذا أبلغ الإنعام. سمعك 60 سنة وأنت تتمتع به، قواك 60 سنة وأنت تتمتع بها. فإذا اشكر الله، لا تلوم الله على هذا. فإذا وصلت 60 معنى استكملت الأمر، فما جاءك بعد هذا فهو صدقة من الله عليك. كن أشكر لله من قبل وأذكر لله عز وجل من قبل هكذا، وانتظر الأجل. فإذا بلغت 60 فأنت دخلت المعترك، معترك البناية. إن زادك الله إلى 70 دخلت معترك الشيخوخة، الذي تتعرض فيه لفقد البصر، فقد السمع، ضعف القوة، كذا كذا كذا، حتى تكون في البيت من المتاع، وتكون تعاني من أمور نفسية من أجل أنك ما تعطى على قدرك ويغفل عنك وتشعر بالهون. فإذا هذا ينبغي الإنسان يعتني به، أنك اشتغل بطاعة الله في شبابك، لأن ذلك أعون لك وأيسر لك على الطاعة عند كبرك، لأنه اعتياد. إذا اعتدت الطاعة، ولهذا كان أحب العمل إلى الله عز وجل أثبته، وكان أحب العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل على عمل أثبته، يخبر أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فهذا هو. إذا وصلت للمرحلة هذه خلاص اعتبر كل يوم صدقة من الله عليك، لا تشتغل بغير ما خلقت له إلا ضرورة، هذه صدقة من الله عليك. ما بعد ذلك خف، خف من العوارض ومن الأمور التي تشعر فيها أنت بالهضم، أنه يهضم جانبك ويستهان بك. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللطيف: اللهم اغفر لي ذنبي، واوسع لي في داري، بارك لي في رزقي،
واجعل أوسع رزقي عند كبر سني حتى ما يبن عليك أحد. تشغل الناس بالأجرة خدمتك ما يبن عليك أحد، صار كل يخدمك ويرجوك، هذه لطيفة جدا. اجعل أوسع رزقي عند كبر سني، ما أكون عند كبر سني مشتغل بهم معيشتي، اجعل أوسع رزقي عند كبر سني. هكذا ينبغي الإنسان يعتني بهذا الأمر. نعم.